السلام عليكم الاخوه والاخوات المتابعين ديال موقع شمس بوست، الصفحه ديالو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالخصوص. اهلا وسهلا بكم في هذا اللايف، هذا البث المباشر اللي كنديروه اليوم مع يعني محامي وناشط سياسي وحقوقي اللي هو السي مراد زيبوح. مراد زيبوح نحاول نتكلموا معاه فهاد الموجة الأخيرة ديال الارتفاع ديال الأسعار، وأيضا الاحتجاجات اللي واكبتها واللي شفنا يعني جزء منها كان على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي من خلال واحد الهاشتاغ ديال إرحال أخ النوش، وأيضا على مستوى الواقع في مدينة ديال جرادة، في مدينة بوعرفة، وعدة مدن اللي شهدنا فيها مجموعة ديال الاحتجاجات. إذن ريثما يلتحق بين بعض يعني المتابعين وأيضا يلتحق بين السي مراد، غادي نحاولوا نبارطاجيو هاد اللايف الإخوان، بارطاجيوه عندكم في الصفحات ديالكم وفي الحسابات ديالكم على موقع التواصل الاجتماعي، باش أننا نساهموا حتى حنا من موقعنا في هاد النقاش الدائر حول هاد الموجة ديال الغلاء، وأيضا الاحتجاجات على الحكومة ومستقبل الحكومة في ظل هذا الوضع. هذا إذن كما قلت لكم الإخوة والأخوات، يعني شهدنا واحد الارتفاع في الأسعار. الارتفاع في الحقيقة مهول، ارتفاع كبير مس المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية اللي كيستهلكوها المواطنين بشكل مكثف، خاصة مثلا زيوت المائدة اللي يعني عندها أهميتها في الطبخ المغربي وكتستعمل بشكل كثير. فهاد الزيوت هذه شهدت واحد الزيادات اللي هي كبيرة جدا، وتبعتوا جميعا كيفاش الناس كيشاركوا الصور ديال هاد الغلاء وهاد الفوارق اللي كانت في الأسعار. إذن نحاولوا نضموا إلينا السي مراد. السي مراد زيبوح كما قلت لكم هو محامي وناشط سياسي وحقوقي من المنطقة الشرقية، بالتحديد من مدينة بركان. يحاول أن يتقاسم معنا هذا النقاش حول هذا الموضوع هذا بالتحديد. مرحبا بك. مرحبا أخ أبياي، شكرا للاستضافة. مرحبا وشكرا لك على قبول الدعوة باش نديروا هذا اللايف هذا، باش نشاركوا المواطنين يعني النقاش الدائر حول الموجة ديال الغلاء وهذه الاحتجاج اللي واقعة، سواء الاحتجاجات الافتراضية اللي كتجسد هذاك الهاشتاغ ديال إرحال أخ النوش، أو على مستوى الواقع اللي شفنا بعض منها في المنطقة الشرقية، المنطقة ديالنا في جرادة، في بوعرفة، ومن المرتقب أنها تكون احتجاجات غدا أيضا بمناسبة الذكرى ديال 20 فبراير، واللي هذه المسألة هذه ديال الأسعار حاضرة فيها بقوة. أولا سي مراد، أنت كيفاش كتقرأ؟ أنت كناشط سياسي وحقوقي وأيضا محامي، يعني هذيك الزاوية القانونية حاضرة حتى في هذا النقاش هذا، يعني كيفاش كتشوف هذه الارتفاعات يعني الصاروخية في بعض المواد الغذائية، وخاصة كما قلت في البداية المواد اللي كتدخل في الاستهلاك اليومي في المعيشة اليومية ديال المواطنين المغاربة؟ شكرا أستاذ أمياي، شكرا لموقع شمس بوست طبعاً على الاستضافة. طبعا انا لا اخفيك سرا اخي امياي، انني قبل واحد جوج سوايع ولا ثلاث سوايع جبت لك اخر مستجدات الزيادات، يعني مشيت للبنكال وشديت معاه واحد الورقه وبقيت نكتب،
اجنو زياده، لانه اليوم كنسمعوا دابا في مجموعه ديال المداخلات، وانا شفت بعض الندوات اللي ناقشت، انه كيقول لك اودي هذه الزيادات كاينه غير في فيسبوك، او هذه الزيادات راه حنا غير كنشوفوها في الاعلانات، بينما للاسف ربما الرواد ديال الفيسبوك وكذا راه كيتفاعلوا مع الواقع ديالهم، راه كيشوفوا الزيادات في الواقع ماشي كيشوفوهم فقط، لان هذا ربما واحد النوع ديال الهروب للامام. وانا قررت انني نمشي، لان حتى انا رب اسره واكيد كنستهلك، ولكن مزيان اليوم اننا نحط واحد شويه ديال ندير واحد النوع ديال البحث العلمي في هذه المساله هذه. مشيت السي امياء ونخبرك بعض الزيادات، مثلا كاين واحد مجموعه ديال الزيادات اللي عرفتها 6 شهور، وكاين الزيادات اللي عرفتها 2 شهرين القريبه واللي بدات تقرب مع الانتخابات. كاين واحد المجموعه ديال الزيادات، طبعا كاين مثلا الفول والجلبانه، الفول والجلبانه اليابس من 10 دراهم ل 15 درهم، يعني كنهضروا على 50% ديال الزياده. مواد النظافه سي امياء 20% ديال الزياده. الآلة ديال مثلا السردين، لابوات سردين ودوك الطون وداك الشيء، زادوا واحد المعدل ديال معلبة 2 3 دراهم معلبات، في زيادة دوك المعلبات الصغيرة كذلك. كاين واحد المسألة أخرى، الماء، آخر زيادة في الماء نبشرك بها، أنه عندنا مثلا هذاك الماء ديال واحد جوج ديال الشركات، وأنا ما عندناش حنا دابا ربما عائق نذكروا أسماء الشركات، كاين الباهية وسيا اللي هما واحد الشركة تكون تجي واحد الماء المائدة، بمعنى أنه ماء ديال الروبيني ولكن هو كيتم كيتتريتا، معالج هذا من 10 دراهم زاد ولا 11 درهم الخمسة يطر بجوج بهم، كاين اتفاق بيناتهم وقيل، وكأن الماء ما عرفناش واش منين الأمطار حبست زادوا في الماء يمكن ولا ما عرفناش. كاين كذلك الطحين ديال القمح ومشتقاته، كان 10 كيلو كدير 65 درهم ولات كدير 180 درهم. طعام كان الكيلو كيدير 12 درهم ولا دير 15 درهم. كاين واحد مجموعة ديال المقارونية ومشتقاته، طبعا المقارونية كتعرف المشتقة ديالها، كانت 8 درهم الكيلو ولا دير 14 درهم، من 8 درهم الكيلو ولا دير 14 درهم. كاين كذلك الزيت، كانت الرخيصة اللي مزيانة وقتها كان 54 درهم ولا دابا 85 درهم، وصلت يعني الزيت اللي غالية وهذا كتوصل ل 95 درهم، واحد الماركة أريال ديال 7 كيلو اللي ديال الماشينة 130 درهم ولا يدير 150 درهم. الحليب المعقد كان 6 ديال هذوك لابواط، 6 ديال هذ القواط هذوك اللي يترو كان دير 48 درهم ولا دير 52 درهم. الفرماج لاباش كيري راه كيبشر هذاك، بشروا هذاك السيد اللي كيوزع عليه، قال له دير المره الجايه تكون زياده ولكن غتكون مقيده فوق 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 العلبه. طماطم الحك كان دير 20 درهم ولا دير 24 درهم، وهذيك الصغيره كانت دير 12 درهم ولا دير 14 درهم. كاين الروز 12 درهم ل 20 درهم، تصور معايا من 12 درهم ل 20 درهم الروز، والروز راه ماده حيويه. كاين البيض ولا 24 دورو دابا رسميا. وشنو نزيد لك؟ الحماص، هاد المسائل، يعني المسائل اللي هي كياخذوها الناس للطبقات الاجتماعيه الهشه والمتوسطه، باش نكون معك صريح. نزيد لك حوايج اخرى، الغلاء واش ما صغاتش، نهضروا على المازوت كنعرفوا كاع المازوت الغلاء ديالو كيقيدو باين، ولكن نهضروا مثلا على المواد ديال البناء، الزجاج المتر ديالو كان يدير 70 درهم دابا ولا يدير 140 درهم، الالومنيوم زاد 23%، البي في سي 10%، الحديد من 700 درهم للقنطار ولا يدير 1000 درهم، الاسمنت من 70 زاد تقريبا واحد 25%. اذا كان واحد مجموعه ديال الزيادات اللي اصبحت ترهق المواطنين. السؤال اليوم هو كيفاش هذه الزياده توقع؟ اولا انا واش هناك حاسب ولا رقيب لهذه الزياده؟ واش كاين شي مؤسسه عندنا في البلاد من الناحيه القانونيه انها تراقب الاصح؟ طبعا عندنا مؤسسات مختلفه، عندنا المؤسسات على المستوى الاقليمي، عندنا المؤسسة ديال العمالة، عندنا واحد المرافق أو ديال الاقتصادية أو اللجان الاقتصادية مستوى كل العمالات اللي كتكون فيها رقابة ديال،
ولكن ملي كنهضر لك على مواد استهلاكيه وكتجي مطالب بيضاء وكذا، هادو ما تخلع لهمش، بالنسبه لهم هما كاع بالنسبه لهم شي حاجه اكبر منهم، ملي كنهضروا على شركات كبرى واسماء كذا ما كتراقبهاش. كاين المستوى الدوله، كاين المستوى، كاين الوزاره المكلفه القطاع الاجتماعي والتضامن اللي كتكون فيها النوع ديال الرقابه على مجموعه ديال المستوى المعيشي، وكاين الحكومه بكل مكوناتها، لان المساله هي مساله تضامن بين الحكومه، لان المساله ديال الاسعار الخطوره ديالها انها تهدد الاستقرار. ومني كنجيو نشوفوا السي اميه هذا الواقع، كنشوفوا حاجه اخرى. شنو هو؟ هو كيفاش اننا ممكن سي نحلوا اليوم قبل ما نوصل يعني التداعيات ديال هذه الاسعار هذه، خصنا نفهموا بعدا، بغينا نفهموا شويه علاش زعما علاش كاين هذه الزيادات اصلا، عاد نشوفوا النتائج المترتبه واللي من تجليتها بطبيعه الحال الاحتجاجات اللي واقعه واللي يمكن راها جايه. الحكومه الان وفق ما سمعنا ووفق المتداول كترجع هذه القضيه ديال الاسعار الى واحد المساله مترابطه بمنظومه دوليه اللي فيها الصعوبات اللي فرضتها الجائحه ديال الكورونا، واللي فرضتها ايضا الصعوبات ديال الشحن. يعني بالمعنى كاين مبررات منطقيه، زعما راه كاين مبررات منطقيه تكون هذه الزيادات هذه. واش انت كتعتقد بان هذه الزيادات هي فعلا مبررة بهذا المنطق، أو أن كاين زيادات اللي ممكن تتبرر بالمنطق أنه الوضع الدولي تغير وفيه صعوبات، ولكن كاين أيضا زيادات اللي تم استغلال هذه الظرفية هذه باش تكون؟ الصديق السي امياء، غير باش نكونوا صديقين، المساله ديال المناخ الدولي، ولا هادشي ديال النقل الدولي، ولا مجموعه ديال الاخر، هذوك تسريع للجميع. ولكن الى قارناه مع واحد الواقع ديال الاسر المغربيه ومستوى الدخل ديالهم، نعطيك السي امياء غير واحد التقرير اللي كان جابته المندوبيه الساميه للتخطيط. شنو قالت؟ قالت السي امياء في هذا على مستوى 2019، قالت بانه المستوى ديال الدخل في المغرب للفرد معدل هو 57، قالوا بانه 21% من الاسر المغربيه او 20% من الافراد المغاربه مستوى الدخل ديالهم هو في السنه هو 57400 درهم في السنه، الى قسمناها للشهور غادي تكون عندهم 4783، و80% اللي هما الاغلبيه دخل المستوى الدخل الفردي لكل فرد على مستوى السنة هو 6000 درهم، بمعنى 500 درهم لكل فرد. طبعا هذا 500 درهم كل فرد بمعنى انه الاسرة اللي كيكون فيها ثلاثة افراد هما في السن ديال النشاط وديال العمل وهذا، هادو كيتحسبوا بان عندهم واحد الدخل ديال 500 درهم، يعني هذا كمعدل، بمعنى ذاك رب الاسرة كيحصل على كمعدل هو 1793 درهم اللي داروه الاسر لكل اسرة. اذا كنتكلموا على واحد الاسر كتحصل معدل الفرد الواحد هو 500 درهم 80%، وكنهضروا على 20% تستحوذ على كل المداخل. كنتكلموا كذلك على القضيه ديال الزياده، نقول لك بان هادو فقط بالونات اختبار. شفت هاد الزيادات؟ هي بالونات اختبار. ما سياتي في المستقبل هو محاوله للانسحاب اللي كان دشناته الحكومه ديال بن كيران، ديال الانسحاب من دعم او صندوق والانهاء مع شي حاجه سميتها صندوق المقاصد، الانهاء معاه الكلي، الاجهاز عليه. الان باقي صندوق المقاصد في مجال ديال الدقيق المدعم ديال الاخر، الحفاظ على واحد الثمن وهامش ربح قليل بالنسبه للمخابز، وكاين المساله ديال البوطه. هادو هما الصناديق اللي كيعتبروهم هما يرهقون بالنسبه لهم الميزانيه ديال الحكومه، ما قادرينش يدبروا داك الغلاف المالي اللي كيمشي لهم في هذا الاتجاه، ما قادرينش يدبروه. وبالتالي هاد الزيادات الجزء منها كبير هو عدم التثقيف. اليوم واش يقدر دابا شي وزير يشرح لنا مثلا علاش على سبيل المثال الروز مثلا زاد بهذا الثمن؟ هذا يجي يشرح لنا يقول لنا ودي واش الروز، لانه الروز هو سوق عالمي، واش الدولة توجه عندها شي رؤية في التوجيه؟ هذا النقاش اللي كنقولها ودي هذا سوق عالمي، واش عندها رؤية؟ واش ما خلاش الشركات دير ما بغات؟ فهمي شباب،
والدليل انا نعطيك مثال غير في المحروقات السياديه، الامين العام احد الامناء العام والمشكلين لهذه الاغلبيه الحكوميه في الحمله الانتخابيه ديالو قال اودي راه هامش الربح لهذه الشركات ديال النفط ديال توزيع البترول تحول ل 300%، وهذا تصريح متلفز في دوزان. بمعنى الى وديك الساعه حنا ملي كنا نستهلكوا المازوت وهذاك الثمن كيجيو عندنا مسؤولين كيقولوا لنا هذا سوق دولي. ايوا الا كان هذا سوق دولي ديال المازوت، كيفاش هذا الربح اللي كيتحول من حتى ل 300%؟ بمعنى الا كان يربح فيه هاد مول الموزع كان يربح مثلا الهامش ديال درهم في اللتر ولا يربح 3 دراهم، او الا كان يربح 2 دراهم ولا يربح 6 دراهم. اذا السؤال اليوم، واش عندنا اصلا، واش عندنا حكومه الان كتواصل، واش عندنا حكومه تتواصل وتشرح هذه الامور للمواطنين وتتدخل حينما يتطلب الامر التدخل؟ لان ما يمكنش انت عندك دوله في النهايه دوله اجتماعيه، هذا هو الشعار الاخر، ما عندناش لانها هشاشه، عندنا وضع اقتصادي هش. اذا انت ما يمكنش تخلي الامور الشركات دير ما بغات، شركات المحروقات تزيد ما بغات، والمجلس الاقتصادي وكتعتقد وكتفكر. تذكر معايا طبعا هذاك المجلس ديال حمايه المستهلك كيفاش هضر على البترول، وكيفاش انهم ملايير ديال الغرامات اللي تفرضت عليهم وشنو فيدات، ويجيبوا لنا غير هذوك الفلوس ويدخلوا لنا يدخلوهم في صندوق المقاصه ويحاولوا يشوفوا يريقلوا معنا هذا الشيء. اما الهامش ديال الربح لحد الساعه ما عارفينوش، لحد الساعه ما عارفينش بشحال كيجيبوا الرز، منين كيجيبوه، بشحال كيجيبوه، بشحال كيتباع. اذا كاين واحد النوع ديال عدم الشفافيه، لا في الارقام ولا في الواقع ديال السياسه اللي كتنهجها سواء هذه الحكومه او الحكومه السابقه. الفرق اللي كاين ما بين هذه الحكومه والحكومه السابقه سي امياي هو انه الحكومه السابقه المغاربه قادوا ثوره ضدها، لانه بالغلاء الاسعار ما تصورش واحد الحزب كان يحكم وعنده فريق برلماني ازيد من 110 او اكثر، وتولي عنده ما يوليش عنده حتى تقريبا فريق. بمعنى انك تتكلم على واحد الثوره كان خصها قراءه سياسيه للناس الفائزين، فديك النشوه ديال الانتصار كان خصهم يعطوها قراءه سياسيه، ان هذوك الناس اللي خرجوا غاضبين وصوتوا بغضب على 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 الحكومه، على الحكومه السابقه وعلى اللي كان يقودها، فذلك راجع باسباب لواحد النوع ديال الوعود والعهود اللي تعطات لهم في الحمله الانتخابيه. السياسيه ما يمكنش غادي تقول لي مثلا انه حزب مثلا الذي يقود الحكومه اليوم، ودابا انا كداخل الموقع الالكتروني ديالو تدخل تلقى مازال البرنامج الانتخابي. اشنو في هذا البرنامج الانتخابي؟ خاصه فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، في ظل هالظروف ديال الاقتصاد، في ارتفاع الاسعار، هاد الناس كانوا يوعدونا بالدعم المباشر، كانوا يدعموا 1000 درهم. جزء من الناس اللي دابا مثلا اللي كيقودوا الحملة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ديال إرحال أخنوش، كيجيني بحال واقعين في واحد الصدمة. كيفاش أن هاد رئيس الحكومة وهذا الفريق اللي معاه البارح كانوا يقولوا لنا حنايا راه حكومة ديال الكفاءات، حنا راه ماشي بحال الآخرين، حنا راه كنفكروا مزيان وقادرين نعطيكم حلول، وهو شخصيا واحد الشخص اللي دبر واحد الحقيبه وزاريه اللي عندها ارتباط اساسي اليوم بالازمه اللي كنعيشوها وهي وزاره الفلاحه. فكيفاش هاد الناس هادو ما قادرينش زعما يعطيو حل لهاد المشكل اللي احنا واقعين فيه اليوم؟ فعلا الواقع ديال الصدمه فعلا هذا هو التعبير الحقيقي لما وقع. الصدمة اللي وقع فيها الشعب المغربي اللي صوت خاصة على الحكومة وعلى هذه القيادة، أنه كان يراهن أن المشكل كاين في الإسلاميين أو في العدالة والتنمية كحزب، وأنه هذه القيادة ديال الحكومة الولايتين هي السبب الأساسي فيما وقع. وأكثر من ذلك، هاد الناس اللي دخلوا للحملة الانتخابية دخلوا بهذه الوعود، دخلوا بمليون منصب شغل، دخلوا بزياده في الرواتب ديال الموظفين، دخلوا في 1000 درهم ل 65 عام، الناس ديال 65 عام، دخلوا ب 300 درهم لكل اعانه لكل طفل، دخلوا ل 2000 درهم منحه الولاده، انه كل واحد يتزاد، حتى ولينا نلقاو الناس كيتزادوا
برا على المستشفى ما قدروش يدخلوا المستشفى، ما عندهم لا طبيب لا والو. فيديوهات كي داروا انه المغاربه مازال كيولدوا، المغاربيات كيولدوا في الشارع، وهذا السيد كيقول لي غادي نعطيك 2000 درهم منين تولد. هو سيدي غير وفر لي غير المستشفى، وفر لي هذيك 2000 درهم وريها لي غير ملي كنمشي للرعايه ديالي في المستشفى. اذا كنتكلموا في 1000 درهم كذلك المولود الثاني، وهذا الشيء كيقول لك في 2022، هذا راه مكتوب دابا في البرنامج، تدخل الموقع ديالهم ما تلقاهاش. اذا الناس دخلوا بهذه الوعود، دخلوا بواحد المجموعه ديال الامور اللي كانت ترهقهم. هذا راه ما نهضروش، نهضروا على وضعيه ديال الازمه ديال كورونا، نهضروا على الوضعيه ديال هذه السنوات اللي كانت دازت. اذا كان واحد الوضع عام للاسف كان تبين بانهم هاد الفاعل السياسي اللي دخل اليوم، الى جا تكلم معنا بهذه اللغه ديال راه الامر دولي وغيره، اذا كان يكذب علينا في الحمله الانتخابيه، لانه هذا الوضع هذا راه حضرت به هاد الامور هذه. نهضروا نرجعوا دابا مثلا للتقرير ديال مندوبيه التخطيط، راه في التخطيط ديال 2019 عطاتنا هذه الارقام اللي عطيتهم لك دابا ديال الاسر الوضعيه ديالهم. نهضروا كذلك على الوضعيه ديال مثلا واحد الدراسه دارتها مؤخرا واحد المؤسسه، قالت بانه كان غير مؤشر انه المغاربه 47% من المغاربه كيصرفوا اقل من 1000 درهم على الكسوه ديالهم في السنه. بمعنى السيد 50% ديال المغاربه سي امياي ما كيصرفوش 1000 درهم على الكسوه، ما كيشريش كسوه لراسو 1000 درهم. اذا هذا الوضع الاقتصادي الاجتماعي انت استغليته في الانتخابات مزيان، وزعت القفاف، وزعت امور اخرى، دخلت لنخب للبرلمان لا تمثل الشعب، دخلها غير هذيك 20% اللي تكلمنا عليها التي تملك، لانها كتقدر تخسر 600 700 مليون في الحمله الانتخابيه. هاد الناس الا خرجوا قدام الشارع لانهم لم يجدوا اصواتا تعبر عنهم، ما لقاوش الناس اللي تعبر عليهم. السي امين ملي كتشعل ميشعل هاد التلفازه كيشوف البرلمان كيلقى هذوك 20% اللي يملكون هما اللي راهم في البرلمان، اصحاب الشركات، اصحاب المعامل، اصحاب الصفقات، اصحاب كذا، هما الذين يدبرون. وهذوك عمرهم ما يحسوا. ملي كيسمع رئيس الحكومه المشكل ديالو كيتكلم مع واحد السيد ملياردير، الثروه ديالو كتزداد كل عام كتزداد، وكيطلع في الفيرباس وفي هذاك المجلات العالميه ديال الاغنياء وفي افريقيا، وكيتكلاسا مزيان غادي، يعني كاع الشيء اللي عندنا حنايا والسيد كيتكلاسا مزيان في المستوى العالمي في الاموال ديالو، الله يزيد له. اذا اليوم واش كتعتقد اليوم ان هاد الناس قادين يمتصوا او قادين يعبروا او قادين على الاقل يعطيونا واحد الامل هاد الشعب اليوم؟ تاكيد لا، لانه اليوم الاصطدام مع الشارع هو خيار انا شخصيا لا احبده، لانه في النهايه ما عرفنا الشارع فين غادي يدينا. ولكن اليوم علاش خرجوا هاد الناس للشارع؟ لانه للاسف حتى بعض المقترحات، نعطيك انا بعض المقترحات اللي جاتها فرق برلمانيه بسيطه اللي ربما عندهم عدد قليل. اليسار الاشتراكي الموحد عطى واحد القانون، مقترح قانون كانت قالت اودي، قالوا فيه اودي نعطيكم احنا حلول. شنو هذه الحلول؟ هو اننا التسقيف ديال الاسعار وجعلها في واحد الحد بسيط، بمعنى انه تحديد واحد المبلغ، واحد القيمه معينه في الربح، هامش الربح. فاش؟ في الزيت، في الدقيق، في الحليب ومشتقاته، في الارز، وحتى في الفضاء ديال المعرفه وخدمات التعليم الخصوصي، لان التعليم الخصوصي الان الدوله راهنت عليه انه هو الحل بالنسبه للتعليم العادي، ما بقاتش تراهن على التعليم العادي. المغاربه كيكون عنده مثلا هذاك المتوسط الدخل ديالو كيقري ولدو في التعليم الخصوصي، كفتره كتزاد عليه وما عنده لمن يشكي، كيقولوا ما بغيتش هاك الوريقات ديالك سير شوف واش مدرسه اخرى. واش هذا الشيء للاسف ما كاينش واحد النوع ديال الرقابه، واحد النوع ديال التدقيق في الهامش ديال الربح في هذه المؤسسات؟ الدواء واش عارف سميه بدنا الدواء، حنا عندنا اغلى دواء في شمال افريقيا بالنسبه لنا، وهامش الربح كيوصل حتى هو. انا واحد النهار كنت في واحد الاخر دات واحد الدراسه على بعض الادويه، انه الدواء كيتباع ب 10 درهم كنشريوه حنا ب 100 درهم في الفرماسي، بمعنى ممكن تضاعف 9 مرات 8 مرات ما كاينش مانع. وعندنا شركات بالسيف علينا خصنا نشريو عليهم، لان السوق ديال المغرب محتكره شركه فرنسيه معروفه هي اللي محتكره، تمشي تشري من امريكان يقول لك اخويا سمح لنا سير شري من فرنسا، ديك افريقيا بعناها
ديك شمال افريقيا والمغرب بايعينو حنايا المارشي ديالو بايعينو لهذا الشركه. اذا كاين واحد النوع ديال الاخر، وزيد انه هامش الربح مرتفع. هذا القانون، هذا المشروع، هذا ما كاينش اللي غادي يديها فيه، لانه هاد الناس ملي كيخرجوا للحكومه كيقول حنا الاغلبيه، حتى الاحزاب المغاربه عطاو لنا الاصوات ديالهم، وحنا كنعرفوا كيفاش عطاو لهم المغاربه الاصوات ديالهم. اذا هاد الناس هادو هما الذين يدبروا الشان وعندهم الاغلبيه. اي واحد بغى يقول له ما ودي هاد الشيء كديروا ماشي هو، داك بالنسبه لهم صوتنا شاز، وراكش الطريقه باش كيتكلموا السي رئيس الحكومه. كيفاش كنا تكلم واحد المعارض الوزير سابق كيقول له دير ريسك ترى ما بغيتش نجبد عليك شي حوايج، بمعنى لغه التهديد، لغه ديال السلطه وهي المقيته اللي الاخر. ولكن في النهايه غادي يلقاو انفسهم وفصل الشارع، ولكن للاسف انهم هما الشارع، هما الى الشارع بالنسبه لهم لا يخيفهم، لانهم كل شيء اغلبهم عندهم مراد الامكانيات مثل في يعني خارج الوطن. مراد سي مراد في مقابل هذا يعني خلينا نكونوا شوية منطقيين. دابا كان أخ النوش ولا ما كانش أخ النوش، كاين هذا الفارق اللي مع أخ النوش لا ما كانش هذا الفارق اللي مع أخ النوش، أي رئيس حكومة كما بغى يكون في هذه الظرفية هذه، إلا وأنه غادي يكون في نفس الموقف، إلا وأنه غادي يتعرض لنفس الانتقادات اللي كيتعرض لها الآن أخ النوش. يعني أنا كنظن بأن القضية يعني ماشي قضية شكون اللي راه في سدة ديال السلطة التنفيذية، يعني بقدر ما الأمر ربما أبعد من ذلك، وفعلا مرتبط بهذه التحولات الدولية وبهذه يعني الجائحة يعني والتداعيات ديالها. شوف سي امياي، احنا اليوم باش نكونوا صادقين، اليوم الا قلنا بانه كل شيء راه عادي والامور كتمشى، اذا ما كانش كامل ندير بشي حكومه، لانه بهذا المنطق ديال التعويم المسؤوليه لا كيبقى حتى واحد مسؤول، كيبقى حتى واحد مسؤول. أقول لك وبالتالي ما قلتش ان زعما الامور عادي، انا كنقول لك زعما يعني تهز اخ النوش تجيب بن كيران مثلا، بن كيران اللي كان في الحكومه ما قبل الحكومه السابقه، يعني غيوقع نفس المشكل. وبن كيران الا تبعتي التصريحات ديالو الاخيره راه حتى هو غادي في المنطق ديال انه لو كان رجع لرئيس حكومه مره اخرى غادي يستمر في ما يعتبره اصلاحا للصندوق ديال المقاصه وغيره. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسي مراد، ولكن غادي نحاول أننا نسترجع الاتصال به باش نكمل الحوار ديالنا حول هذا الموضوع، هذا اللي هو موضوع في الحقيقة يستأثر باهتمام ديال المواطنين على جميع المستويات ومن جميع الشرائح، وبالخصوص الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة، على اعتبار أن الطبقة الفقيرة هي اللي معنية بالتحديد بهذه الزيادات، هي اللي كتحس بها. أما شكون اللي معني؟ راه الجميع معني بالزيادات، ولكن الطبقات المسحوقة هي اللي كيكون الأثر باين فيها بشكل باين واضح. نرجعوا مع السي مراد باش نكملوا الحوار ديالنا. نعم سامي، مرحبا مرة أخرى. أنا كنت كنقول بأنه زعما نجيبو كاع بن كيران، يكون بن كيران مثلا يكون بن كيران في هذه الحكومة هذه، وبن كيران راه إلا تبعتي التصريحات ديالو الأخيرة كيقول بأنه لو كان رجع رئيس حكومة راه غيستمر على نفس النهج اللي كان فيه ديال الإصلاح ديال صندوق المقاصة، وغادي تحيد الدعم حتى هذه المواد الغذائية اللي باقية فيهم الدعم غيتحيد. بمعنى أننا كنشوف بأن اخ النوش ما عندوش الزهر، يعني جا في واحد الوقيته اللي هكا شوف الدم هكا. سي امياء، انا باش انا هذا المنطق اللي تقوله معاك، يعني من ناحيه ممكن ترفع شويه الصوت السي؟ كتسمعني دابا؟ كتسمعني نعم مزيان؟ مزيان.
سي امياي، بالنسبه لهذه القضيه ديال التدبير، انا كنشوف بانه المكامن ديال القوه كاينه في البلاد، خصنا نامنوا بقدراتنا. الا كنقولوا حنا بلاد عنده واحد المجموعه ديال الخيرات، عنده واحد المجموعه ديال الثروات، وعنده مجموعه ديال الناس الذين يراكمون الثروه بشكل يعني متسارع على راسهم السيد رئيس الحكومه، معناه انه مش مشكل ازمه ماليه في البلاد ولا ازمه اقتصاديه، هي ازمه تدبير. هناك سي امياي من يحقق في هذه البلاد 20% حسب هذا التقرير ديال المندوبيه الساميه للتخطيط، يحقق 50% ديال المداخل ديال الثروه ديال البلاد، وهاد 50% للاسف هي التي تدبر. بالمنطق السليم والبسيط هو اليوم، هو انه المواطن اليوم حتى الا بغيت تقنعه بهذه الفكره هذا ماشي يقتنع لك، لانه هو كيقول لك اودي هاد الناس دابا الذين يدبرون لن يقدموا على اي خطوه في جريئه، كما كيوقع الان هناك خطوات جريئه قامت بها الحكومات السابقه ضد المواطن، من خلال طبعا هادشي ديال المازوت، انه حيدوا الدعم، حيدوا الدعم على مجموعه ديال الامور، انهم لن يقوموا باي خطوه حقيقيه في هذا المجال ضد واحد النخبه تشكل واحد النسبه كبيره ديال الثروه في البلاد، وهي الان هي التي تملك الدواليب ديال الاقتصاد وانتاج الثروه. هذا سؤال كيتقترح. سؤال ثاني، هوامش الربح، واش ملي كيقول دابا هذا واحد السيد الان هو عضو امين عام حزب يشكل اليوم اغلبيه الحكم، كيقول لك اودي راه الشركات في هذه السنوات نهار اللي تحرر البترول اصبحت هامش الربح ديالها تحول ل 300%. اذا هذه الاسئله كلها الحارقه هي اللي خصها اجابات، هي خصها محاسبه، هي واش تفتح مجموعه ديال الملفات فيها، واش عرفنا بذاك هامش الربح، واش عرفنا هذه القضيه ديال اصلا ديال الاستيراد والتصدير ديال هذه المنتوجات هذه، وديال وعلاش لماذا ما مقدرناش نديروا واحد الصناعه حقيقيه في البلاد، علاش ما قدرناش نوزعوا على الاقل البنيه الاقتصاديه في البلاد على المستوى الجغرافي، لان اليوم كاين واحد النوع ديال الهشاشه، كاين واحد النوع مغربين يمشي بسرعتين، السرعه ربما اللي كتقول عليها راه كتمشي لبعض المدن مثلا الكبرى اللي الناس ديالها شويه خدامين وكاين فرص عمل، يقول لك بغينا نتعايشوا مع هذا الظرف ربما ديال زياده درهم او درهمين او كذا، ولكن ملي كتمشي لواحد الاماكن او المدن اللي الان تعيش الهشاشه والفقر والبطاله و وتزيد انت هذا، راه شنو درت كبديل؟ بمعنى الحكومه اليوم في تدبيرها هي شنو كتدبر؟ هي كتدبر لك الواقع الاقتصادي ديالك، كتحاول تحافظ لك عليه وتحافظ لك على المعيشه ديالك اليوميه والقوت اليومي ديالك والصحه ديالك والتعليم وغيره من الحقوق ديالك السليمه. إذا هاد الحكومات ما قدرتش تدبر وما نديروش حكومات كاع، الا شنو غادي دير لنا؟ الا بغي نقول له دير المدير المدراء في الادارات العموميه وما يسيروا صافي، ملي ما بقيناش الحكومه الدور ديالها في العالم هو تدبير مجموعه حتى الخيارات الاقتصاديه اللي كانوا عندها. اليوم بعد كورونا كان خص المفروض ان تكون عندنا خيارات اخرى، كاين واحد التوزيع ديال كاين الان الدوله الاجتماعيه والشعار ديال الدوله الاجتماعيه، ملي كنجيو نشوفوا في اوروبا واش اوروبا اليوم هي احسن حال من اليوم، حتى هي تعاني ولكن كتضمن القوت اليومي للمواطن اللي عنده البطاله عنده 6000 درهم كيعيش. فهمت الفكره؟ انا ما كنقولوش هاد السيد غادير له الرفاهيه، هاد السيد راه ما قادش يشري الزيت. انا قبيله كنت تصنت لواحد الاذاعه في الراديو وتصنت لواحد السيده وربما نذكر كاع سميه الاصوات، هذاك الراديو ديال الاصوات، وتصنت لهذيك السيده من طنجه، هي تطلع قالت له ودي انايا ما كنخدمش، انا خدام على واحد الاسره الدار غادي تطيح عليا، ما عنديش باش الاخر ما نصرف لي كان ديباني وهذا وهذا والاسعار. قالوا لها ودي شوفي السلطه المحليه باش يشوفوا لك هذيك الدار باش ما تخدمش عليها. قالوا السلطه المحليه الا بغيت تبني اللي غادي يجيو عندك، ما الا كان غادي يطيح عليك راه ما يجي عندك حد. فهم؟ قال لها ودي واش انت مطلقه؟ زعما باش يقول هذيك ديال صندوق التماس. وقلت له انا ماشي مطلقه، انا راجل يسمح فيها 10 سنين هذه ما مطلقاش، اذا من الناحيه القانونيه ما عندهاش حتى مدخل. انا نقول لهم هذوك اللي مات لهم راجلهم او كذا تستافد واحد الدخل واحد الدعم يعني عادي. يعني كنتكلموا السي امير على واحد الواقع اليوم انت كنت عارفه، السيد هذا رئيس الحكومه ماشي واحد جديد، راه من نهار اللي يمكن ولا عنده 40 عام هو في الحكومه، ما
دابا شحال عنده، ولكن السيد نعرفوه من زمان، السيد من كل الحكومات هو حجر الزاوية في وزارة الفلاحة التي تخطط وتبرمج مجموعة ديال القطاع. إذن هذا الرجل هذا الذي يقود الحكومة كان يعرف هذه الإكراهات، معه رجال الاقتصاد رجال كذا كانوا يعرفوا شنو هذه الإكراهات. إلا ما قدمش يجاوب على هذه الإكراهات وما قادروش، ما فاهمينش بأنه هذه الإكراهات ممكن تخرج الناس للشارع وتخطبهم. وهذه الناس البارح واحد الفيديو مثلا، الناس في الغرب مشاو، واحد الناس مشاو يسقيو ما لقاوش الماء، مشاو وقفوا واحد الطريق، هزوا هذوك الخوت ديالهم الزوايد ديالهم مسائل، وقفوا طريق رئيسية والشاحنات وقفوهم. إذن واش ما كنتش عارف إلا ممكن غدا يوقع هذا الشيء؟ تقول لي الشتاء وكذا، احنا عارفين بالله عندك انت خصك يكون عندك دائما خطة ديال انه جفاف. أنا السي مراد كيخليني باش نطرح واحد السؤال. السؤال هو في الحقيقة جوهري ومهم، كيرتبط بهذا الشيء ديال الفلاحة. والفلاحة حنا كنعرفوا باللي حنا كنعقدوا عليها آمال كثيرة في الاقتصاد ديالنا الوطني، فكيفاش أن يعني رئيس الحكومة السي عزيزة خنوش هو عارف بالقطاع الفلاحي؟ وملي كنقولوا عارف بالقطاع الفلاحي يعني عارف حتى بالوضعية ديالنا على مستوى القدرات ديال المياه وديال، فكيفاش احنا عارفين هاد المشاكل هادو اللي كاينين على مستوى المياه والتزود بالمياه، وكنتوجهوا في توجهاتنا الفلاحية إلى زراعات اللي كتستهلك المياه وإلى زراعات اللي كتقضي على الفرشة المائية؟ نعطيك مثال، دابا كنمشيو لزاكورة، بلاد اللي فيها اصلا فرشه مائيه يعني مدقدقه، وكنديروا فيها الدلي. بمعنى واش الرهان ديال الحكومه كان فقط هو كيفاش نرفعوا الميزان التجاري مع اوروبا باللي كاين، وخا على حساب المدخرات الوطنيه ديالنا وعلى حساب المشاكل اللي احنا واقعين فيها اليوم ديال التزود بالمياه، واللي كيتوقعوا فيها الخبراء بأن المشاكل المستقبلية غادي يكون المصدر ديالها، وحتى الاضطرابات اللي غادي تكون غادي يكون المصدر ديالها الرئيسي هي المياه. سي أمي، أنا نقول لك واحد القضية. أنا ملي كنشوف هاد الحوايج، وخاصة من شأن المتابعة ديالي لواحد المجموعة ديال المسارات ديال الحكومة السابقة ولا اللي سبق، ولا تقريبا من وقع لنا الوعي السياسي قبل الحكومة ديال اليوسفي، وحنا جايين وحنا بقينا نشوفوا تدبير ديال مجموعة ديال الأمور. هاد الأمور كاملة اللي كنتكلموا عليها اليوم أنها تشكل خطر وتهديد حقيقي لبلادنا كانت في الحسبان. واش الماء اليوم نتكلموا عليه، السدود، ازمه السدود اليوم، واش عارف الا السد هو تبان لك دو قداش، ولكن راه الاستيعاب ديالو من با واحد 10% 20% ما وصلاش، لانه كلشي تحت ديالو تراب اتربه. على برا يبان لك السد كبير، ولكن هو راه 80% ولا 85% ديالو اتربه. هاد الناس كانوا عارفينهم، كاين رسائل واجوبه وزاريه ديال انه فعلا حنايا راه فتحنا المجال لواحد الشركه صينيه باش تهز هذاك الاطربات من الطفوم. لقينا ان التكلفه باش نبني واحد جوج سدود ولا ثلاثه ولا 10 ديال السدود، التكلفه ديال باش نحيد واحد الاطربه واحد السد، اذا فكرنا باش نديروا سدود. ولكن الوتيره ديال بناء السدود ما بقاتش، كان واحد المخطط ديال كل سنه يكون سد، من بعدها وقف. كان واحد المجموعه ديال الامور ديال البدائل، سواء هذا الشيء ديال الطاقيه وهذا. ما احنا عارفين مثلا، نعطيك مثال اليوم، احنا عارفين بالله في هذه السنه غادي تكمل الكونترا ديال هذاك الانبوب، وحنا عارفين العلاقه ديالنا مع الجزائر، اذا كان متوقع ان الانبوب غادي يوقف. البترول في ظل واحد المجموعه ديال المتغيرات، وهذا كان صدمه الاولى، ربما كانت الصدمه الاولى هي في الحكومه ديال عباس الفاسي، من طلعت هذيك من 30 دولار ولينا نسمعوا 100 دولار، ولكن من بعد بقى هذاك الانخفاض الصاروخي والصعود الصاروخي شيء عادي. مشينا درنا تأمين على هذا الشيء، ولكن بالحس ما بان لي والو، ما استفدناش من ذاك التأمين، لان هو التأمين ملايير الدولارات عطيناهم في ذاك التأمين حسب ما قيل انذاك. ولكن بعد المازوت كيمشي في المسار ديالو، ملي كيرتفع في السوق كيرتفع، ملي كينخاف في السوق ما كينخافش عندنا. الان السي امين، واش اليوم كنشوفوا جميعا اننا اللي كنحس به هو ان احنا غادي نغيب سميتو غير الدعاء وصافي، ربي راه ميسلك لنا هاد الدعوه وصافي. انا نقول نتكلم معك بواحد اللغه اللي هي والله العظيم الا ماشي شفويه ولا شي حاجه، ولكن كنتكلم معك بلغه اللي هي صريحه،
لانه هاد الناس اللي كيدبروا الشان العام، انا نقول لك بان ما حاسينش بنا. الان هاد السيد رئيس الحكومه في ظل هذه الازمه هذا، واحد مؤخرا واحد الجريده فرنسيه نشرت كارثه لواحد المنتجع سياحي في الاخر. هذه الكارثه شنو هي؟ هو انه المغرب ملي سد هذاك ملي سد اغلاق الحدود، سي في راس العام كان السيد رئيس الحكومه كان عنده انه غادي يمشي تما يخسر 300 مليون، 300 الف دولار اورو، بمعنى انه واحد 300 مليون تقريبا كان غادي تخسر في هذاك المنتجع، واحد المجموعه ديال الغرف وكذا شدهم باش يدوز في المنتجع 300 مليون. هذا الرجل هذا اليوم الذي يعيش هذا النوع ديال المعيشه ديال البداخ، ما عرفتش يعني انت شنو تقول له الزيت ولا كذا، والناس غادي ينوضوا يغوتوا يقول لك لا لا، هذا الشيء عادي، هذا الشيء راه العالم كاين في هذا المشكل وكذا. تهضر مع الفلاح، انا شخصيا كنت تكلمت مع واحد المسؤول فلاحي واحد الوقت، قلت له ودي علاش الدوله الوزاره ديالكم ما كتفكرش انها توجه الفلاحه مثلا في بركان، كان وقع معاه مجموعه ديال الكوارث ديال هادشي ديال الحواميض، كتلقى مجموعه ديال الانتاج ديال الحواميض كلشي في الحواميض، والحواميض ما كنقدروش نسوقوه. قال لك اودي حنا دوله ليبراليه ما نقدروش حنا نتحكموا في الناس، نقول لهم زرع هذه ما تزرعش هذه، اذا هي خيار دوله. هي فعلا دولة ليبرالية على المستوى الفلاحي، حوايج ماشي حرام. المستوى انا السياسي، ماشي المستوى السياسي. اذا احنا دوله ليبراليه نعطيو الاختيارات للفلاح، هكا كيزرعوا اللي بغاو، وبالتالي هو بالنسبه له اللي بغى يزرع البطيخ ولا الدلاح ولا الماء ولا كذا، نعطيك اكثر من ذلك. واش عارف ما تيشمش هكا كتستهلك ديال الماء، راه كتستهلك واحد الشيء كبير. شنو وقع في المغرب؟ وقع في المغرب يجيو اسبانيين كيجيو كيقبطوا اراضي ديال الدوله وكيديروا لسان، كيديروا ديك مطيشه، سواء هذيك الصغيره اللي كدير في الشرب، ديك الصغيره مطيشه الصغيره ما عرفتش الاسم ديالها، ولكن مولا مطيشه يعني الضخمه الحجم ديالها، هذيك كديرها وما كيبيعوهاش في المغرب، كدير في الساعه كتمشي غير تما تخرج لاسبانيا. علاش الاسبانيين اختاروا انه يجيو المغرب يديروا هذه الزراعه؟ علاش باش الدوله الاسبانيه شجعت هاد الاسبانيين باش يجيو يديروا هذه الزراعه ديال المطيشه في المغرب؟ لان يا سيدي الناس كيفكروا في مستقبل بلادهم، الناس كيفكروا في الماء. اما هاد الناس هادو واش فهمت، هاد الناس اللي يديروا يدبروا الشان العام، للاسف لذلك هاد انا قلت الحكومه لك ربما الهاجس ديالنا هو باش اننا يبان بان الاتفاق ديالنا مع الاتحاد الاوروبي، خاصه الاتفاق الفلاحي، هو اتفاق ناجح. راه خصنا نرفعوا ذاك الميزان التجاري باللي كاين، ولو على حساب، انا نقول دائما مثلا في المواد او الصادرات الفلاحيه ديالنا، احنا كنصدروا الماء، ما كنصدروش المواد الفلاحية، كنصدروا الماء إلى أوروبا. كنصدروا الدليع، كنصدروا المطيشة، كنصدروا، راه حنا جايين غنصدروا، نبقاو نصدروا لافوكا، والافوكا حتى هي كتستهلك الماء. يعني شي حاجة، شي زراعات اللي ما يمكنش أنها تلائم المناخ المغربي. للاسف سي امير هادشي اللي كتقولو صحيح، متفق معاك، ولكن المشكل دابا الخطير اليوم اللي كيخلق ازمه نفسيه لدى المواطن هو انه اليوم ما كاينش صوته داخل المؤسسات، ما كاينش صوته، الصوت ديالو ما كاينش. الاعلام كتعرف الوضعيه ديال الاعلام الورقي ولا الاخر، كاين يعني مستقل هادشي ديال المواقع وكذا، كيحاول يصنع بديل للمواطنين، ولكن انت كتعرف الاكراهات الماديه اللي كتراهن، وبعض البعضون اللي كيكون اصلا غير مستقل، يعني خاضع للضغط الحكومي او ضغط لوبيات المال والاعمال، اللي هما اصلا خصهم يكونوا جزء من الحل في هذه المرحله، يعني خصهم اليوم يتحملوا مسؤوليتهم التاريخيه انهم يقدموا حتى هما تضحيات باش هذه القافله، باش هذه البلاد تزيد لقدام. اما المنطق ديال الهروب للامام وتخرج العينين، وكما كان يدير السي بن كيران واحد الوقت، راه ما بقاش خدام دابا، ما بقاش، لانه اليوم انت دخلت بواحد التعاقد اجتماعي خطير، فيه مجموعه ديال الالتزامات نصوت عليك وعطاتك الاولويه وعطاتك انت، ودابا وري لنا شنو درت. اذا الاشكال العميق اليوم في المغرب كما قلت هو انه هذه الصدمه اللي وقعت، وانه هاد الحكومة أصبحت كل شيء الأمور ديالها في واد والشعب في واد آخر، ما كاينش حتى تنفيس من الطنجرة. لأنه دائما واحد الفكرة كانت تقال أنه المغرب علاش في 2011 يعني كان هذا الحراك اللي هو الربيع والضربة، ما الذكرى ديال 20 فبراير،
انا 20 فبراير قال بانه سخنت الربيع العربي او الربيع اللي كان جاي يعني من المشرق كما نقولوا، اللي هو في الحقيقه هو ربيع امازيغي وعربي كله، لانه المغرب هو مزيج ما بين مجموعه ديال الاثنيات والاعراق. اذا اللي بغيت نقوله هو انه فقط سخن القدر ولم يحرق، هذا واحد العباره قالها واحد النهار رئيس الحكومه الكيران، قال لك ودي سخن القدر ولم يحرق. علاش لم يحرق؟ لان كنا دائما ننفس هذا القدر، تنفيس جزء من تنفيس ديال هذا القدر كان هو الاحزاب السياسيه، النقابات، يعني الناس كتلقى راسها تدخل النقابات، تدخل الحزب، تعبر، تغوت، تعطي الراي ديالها، الاخر كذلك يسمع لها، يفتح حوار، يقدر يوقع تنازل من الاطراف وكتمشى. الواقع السياسي المغربي اليوم في هذه الانتخابات، الواقع كذلك هذه النخب اليوم اللي كان عايشوا معها للاسف، هي الان كتشوف كيفاش وقع، كيفاش واقع انه البرلمان كتشوف كيفاش، شكون اللي كيدير معارضه، كيدير معارضه ولا شكون اللي كيدير معارضه، يلا ما عقيناش، ما كاينش اللي كيدير معارضه. الحكومه والخطاب ديالها والممارسه ديالها ما فيش حتى شي حس اجتماعي اللي كيحسوا به المغاربه انه يلامس قضاياهم، يلامس الوضعيه ديالهم، يحاول التخفيف على هاد الحوايج ديالهم، ما كاينش. كل ما هنالك هاد الناس هادو ما عارفينش بانه عند هذا الامر في خطوره، في خطوره علينا جميعا، لانه الخروج للشارع او هاد الناس الى خرجوا للشارع وهاد الوضع الاجتماعي الى تأزم، غادي يكونوا للاسف امام واحد الوضع الذي لا يحمد عقباه. وهذه فرصه ربما في هذه الفتره ان الحكومات تكون هناك تغيير معين، هناك تغيير. واكيد هذا الشيء ديال الدعم وهذا التدخل جلاله الملك في هذه جوج ديال الاجتماعات اللي دارهم راه كانت اشاره انه فعلا هناك احساس عارم لدى الدوله من هذا الوضع اللي اصبح يعني متفاقم داخل الاوساط الشعبيه، ودليل انه فتح مجموعه ديال قنوات الراديو، مجموعه ديال المكالمات لمحاوله التنفيذ ربما على 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 المواطنين بهذه الطريقه، ديال انه ربما الرساله قد وصلت، ولكن الرساله وصلت، اذا خص بالمقابل اجراءات ممكن تقوم بها الحكومه. ومن ضمن هذه الاجراءات انا كما قلت لك مثلا التفاعل مع هذا المشروع القانون اللي جابوا حزب اليسار اللي كيقول بانه خص تسقيف بعض المواد الاساسيه تتم الاتمنه ديالهم. كاين واحد كذلك مشروع كان تقدم به الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل لدى مجلس مستشارين من اجل تسقيف المحروقات. اذا خص اجراءات حقيقيه في هذا الاتجاه، خص هاد الناس هادو اللي راكموا الثروه يتضامنوا معنا شويه، يتضامنوا مع هاد الفئات الهشه والفئات الفقيره، ويحاولوا يخفضوا شويه من هامش الربح ديالهم. ولا ما يربحوش كاع، شنو المشكل؟ شنو المشكل الا ما ربحوش هاد الناس اللي كيراكموا دابا ملايير؟ الا كانت ربح نتاع 10 مليار وربحت هاد العام غير مليار من در الازمه، ما فيها باس، ما ماشي مشكل الا ما طلعتش هاد المره في هذاك الفيربس، في هذيك المجله ديال الاغنياء، ما طلعتش كاع هاد العام حتى العام الجاي. اذا حنا اليوم حنا في واحد الوضع لا نحسد عليه، زيد لها المساله ديال الامطار، طبعا هذه ندعو الله عز وجل انه يرحمنا، ولكن راه الوضعيه كارثيه. راه بعض الفيديوهات واللي كنشوفوهم راه وكاننا في الصومال، راه واحد المراه مشات كتهز من واحد البير عفن كتشرب منه. صحيح. وفي هذا الاطار سي مراد، يمكن حنايا في المنطقه الشرقيه هذه القضيه ديال انحباس الامطار والجفاف حنا اللي متضررين بها اكثر من اي منطقه. اذا كان المناطق الصحراوية هذاك هو الطابع ديالها، وهذاك هو يعني مناخ صحراوي جاف، فحنايا معروف أننا عندنا النشاط ديال الكسب، وبالخصوص منطقة ديال إقليم جرادة وإقليم فيقيق بوعرفة. هاد الناس هادو أنا من خلال المعاينة ديالي ومن خلال الزيارات المتكررة شفت بأن في الحقيقة الجفاف هما كيعانيو منه هذه سنوات وسنوات، وهما كيستغيثوا ويطالبوا ان الحكومه تدخل يعني اللي يكون في المستوى، ولعل وعسى باش يعني يتنفسوا شويه، لان وصلوا واحد الموصل دابا. ولا السيد كيجي للسوق الاسبوعي ديال تندريره كيبغي يبيع الشات ديالو ب 170 درهم وما يلقاش اللي يشريها عليه، و 170 درهم كتعرف انها ما ساويش حتى الشكاره ديال الزرع اللي باش يوكل اختها،
وكاين اللي طوا خيمته كما كنقولوا وراه يقلب فين يسكن، وباع خيمه ب 300 400 درهم. حنا نقزموا دابا، ماشي نقزموا ولكن نحصروا شويه النقاش. مثلا نجيو على مستوى الجهه ديالنا، جهه الشرق، حنا كنشوفوا هذا الوضع ديال الجفاف، وكنشوفوا هذا الوضع الاجتماعي المتأزم. كنجيو بعض المرات بعض المنتخبون ديالنا كنقول واش راهم معانا ولا في شي كوكب اخر. كنلقى مثلا يجي مجلس الجهه يعلن على صفقه ديال تنظيم معرض ب 500 مليون. صحيح حنا ماشي كنقولوا زعما المعارض ما عندهاش قيمه ولا ما عندها دور، ولكن منطق الاولويات. واش حنا في الوقت اللي الملك ديال البلاد والمسؤولين كيتجاراو كما كنقولوا بهذا المنطق ديال الدارجه، كيتجاراو باش نلقاو حل نرقعوا شويه، كنجيو حنايا دابا في هذه الظرفيه كنعلنوا على معرض ديال 500 مليون. اصلا شكون هذا المعرض؟ شكون غيجي ليه باش يشري؟ لان القدره الشرائيه مضعضعه على جميع المستويات. فكيفاش كتشوف انت بحال هذه المبادرات هذه؟ واش زعما صحيح حنا اليوم حنا بحاجه الى معرض باش نديروا معرض ونتسماو حنا درنا معرض ديال الاقتصاد التضامني ولا ديال اي معرض اي تظاهره من هذا النوع هذا؟ سي أمياء، عاد كنهضر. راه للأسف أن هذه القنوات ديال التواصل اللي هي مؤسسات الحزبية، ما بقاش حتى المؤسسات الحزبية. دابا المنتخب ملي كيدخل الحزب كيتسد، حتى الحزب كيتسد. دابا داك الفرع ديال الحزب ديالو في المدينة ديالو كيتسد، ما كاين لا أنشطة لا أعضاء كيجيو باش يسمعوا الخطاب اللي كتقولوا دابا أنت والاقتراحات ديالك. بمعنى اننا اليوم عندنا كما كانوا يقولوا دكاكين سياسيه. هاد الدكان السياسي هاد السيد راه ما عندوش التزامات اخلاقيه وقانونيه ولا حتى مع الناخب، هو عنده التزامات ماليه. هو كيدخل كيخسر واحد شويه ديال كيخسر واحد شويه ديال الفلوس من الفلوس اللي عنده بزاف، كيدخل كياخذ المسؤوليه، من بعد ملي كياخذها كيدير القرارات اللي بغا، ما كاينش مع من كيتشاور. سوى الا رجعت للداخليه صيفطت له رساله قالت له شنو كدير، وقف. بمعنى انه هاد السيد هذا ما عنده حتى الصحافه. اليوم الا شتها راه كاين صحافه ديال التطبيل، كاين صحافه اللي كيعطي لها، ماشي كنهضر على الجهه فقط، وكنهضر على مجموعه ديال المؤسسات المنتخبه. كاين مؤسسه المنتخبه انت كتعرف طبعا انه كاين بعض المواقع اللي كيدخلوا في الدورات يصوروا، كاين مواقع كيتمنعوا، كاين مواقع كيتعطى لهم اشهار، كاين مواقع ما تعطى لهمش، كاين مواقع كيتعطى لهم الدعم، كاين مواقع ما تعطى لهم. بمعنى واحد النوع ديال الترغيب، وطبعا والاخر في ظل واحد الوضع اعلامي انت كتعرف ما كاينش دعم حقيقي ليه من طرف الدوله ومن طرف المؤسسات ديال الدوله الحقيقيه. اذا كنتكلموا على واحد المؤسسات هي عندها برنامج ديالها، مشروع ديال البرنامج. ربما نقول لك انا نقدر نقول لك بانه هذا البرنامج ربما ديال هذا المعرض ربما دير سنتين او سنه على الاقل كان مبرمج، ولكن كان مبرمج في ظل واحد الظروف اقتصاديه كتكون مزيانه، وضع عادي. اليوم احنا في واش وضع؟ ماشي وضع عادي، وضع استثنائي، وخص الدوله تعلن هذا الشيء بشكل صادق. دابا المشكل اللي مشكل اللي عندنا هو انه ما قادرينش نعلنوا بانه الوضع راه ماشي هو هذاك، اننا احنا كنعيشوا في واحد الوضع استثنائي جدا جدا. الا كنا في الوضع ديال كورونا غير استثنائي، راه استثنائي جدا. اليوم ملي كنهضروا على الامطار صافي دخلنا لواحد المسار اخر. كنهضروا على هذيك 500 مليون، الاولى هو دعم الفلاح اليوم الكساب، ويكون واحد النوع ديال التوافق مع 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 البرنامج ديال جلاله الملك، لانه خص الخطاب ديال المركز واخا عندهم الجهه عندها واحد النوع ديال الاستقلاليه، خصها تفهم الرساله. اللقاء اللي جاء مع وزير الفلاحه ومع رئيس الحكومه بين بانه اليوم حنا عندنا ازمه حقيقيه، وعندنا اولويه اليوم هو انقاذ الكساب باش ما يبيعش هاد المعزه ديالو ويمشي يجي للمدينه ما يلقاش فين يسكن، يدير البراكه عاوتاني. اذا خصو يبقى في الوضعيه ديالو على الاقل اللي كان، باش على الاقل ما نزلوش الازمه، لانه الى جا للمدينه غادي تزيد فقط ازمه على ازمه اخرى. اذا الهجره القرويه انت كتعرف المخلفات ديالها، والوضعيه ديال الكسابه وكذا، هذه الوضعيه فعلا كانوا في ازمه، ولكن اليوم ستزداد وتتفاقم. اذا المفروض ان 500 مليون كانت ترصد لهاد الناس، ترصد لواحد المجموعه ديال القطاعات الهشه اللي اليوم محتاجه لانقاذ مثلا في هذا الشيء ديال، خاصه في هذا الشيء ديال المشكل ديال الماء، والماء مرتبطين به كاملين.
كفلاحه وكمواطنين وكساكنه، لانه وخص من الان واحد النوع ديال التحسيس بهذه العمليه ديال الترشيد ديال الماء، لان ما يمكنش ندخل انا مثلا الدوش ديالي وندير الماء وانا ما عارف بلي اليوم راه الناس ما لقاتش ما تشرب في المغرب، انا ماشي في شي دوله اخرى. اذا اليوم خص واحد السياسه ديال التوعويه ديال هذه المساله هذه باش نساهموا كاملين. اليوم خص نكونوا يد واحده. هذه الحكومه في اعتقادي في ظل هذا الوضع هذا يعني ان بكل صدق خص جلاله الملك اعلان حاله الطوارئ وفق ما ينص عليه الدستور، واعلان واحد الحكومه ديال وحده وطنيه، لانه الوضع اليوم هاد الناس هادو ما قادش يصرفوا مواقفهم، يدافعوا عليها، يدافعوا على مشاريعهم، يدافعوا على برامجهم، حتى انهم يبررون ما قادرينش يخرجوا يبرروا. رئيس الحكومه اللي ما يقدرش يقنعك اللي بغيت نشارك معاك هذه واحد الملاحظه، يعني ماشي كنلاحظها غير نتايا ولا انا اللي متابعين، حتى المواطنين العاديين. دابا في الحمله الانتخابيه حنا ملي كنا نحلو على الصباح، تحل التليفون تلقى اخ النوج داخل لك من اليوتيوب، داخل لك من جوجل، داخل لك من فيسبوك، باقي غيكون معك في هو بالحقيقه راه معك في الدار، يعني فين ما مشيتي تلقى اخ النوج. ولكن دابا في وقت الازمه السيد اختفى. للأسف هذا الخروج أنا عشت حتى اللقاء مع التلفاز المغربية ومع التلفزيون، كان لقاء ضعيف جدا. الرجل من يسوله على الأغلبية الحكومية، هو الأغلبية الحكومية عنده خص حتى واحد ما يهضر، هو بالنسبة للأغلبية الحكومية خص حتى واحد ما يهضر. قال لهم حتى رئيس الفريق ديال واحد الحزب قال لهم هذاك صاحبي، لا لا هذاك صاحبي، لا لا السم ديال صاحبي زعما صاحبي يعني راه تحت الساعه راه صاحبي يعني، ولكن اذا زاد يمكن ما يبقى صاحبي، فهمت؟ اذا زاد يبقى يهضر، بمعنى انه هاد الناس المشكل اللي عندهم ما قادينش يفهموا بانه راه مره خص بنادم يسمع، هما ما قادينش يسمعوا لا لبعضياتهم، لان بالنسبه لهم هذا الشيء هما اللي كيعرفوا الحقيقه، ما قادرين يسمعوا الفرق البرلمانيه لان هي اللي خارجه من الشعب، وعلى الاقل كاين واحد المجموعه ديال البرلمانيين اللي انتخبوهم الشعب، ماشي طبعا كل شيء كما قلت قبيله ولكن كاين واحد النسبه. اذا ولكن هاد الناس الاغلبيه، عندك اغلبيه مطلقه في البرلمان دوز بها اللي بغيت عدديه، ولكن على مستوى الشارع اليوم تصطدم مع الشارع، تصطدم مع قراراته ما قادرش تبررها، ما قادرش تدافع عليها، وما قادرش الاخرين. اذا حنا اليوم امام واحد الوضع، والوضع اللي غدا ربما حتى الاغلبيه الحكوميه ما تكون مزيانه، لان كل واحد كان يفكر كيفاش الحكم، خاصه الاحزاب الحزبين الحليفين كل واحد غادي يشوف في راسه الانتخابات الجايه، غادي تخرج تصريحات من هنا ومن هناك اللي ربما ستكسر هذا الجمود اللي كاين. والدليل راه بدا، ورئيس مجلس المستشارين احد صراحه الجريد الصباح قال بانه نحن لم نعطي شيكر على بياض للحكومه، لانه ما يمكنش هذه القرارات. البارح حزب الاستقلال على سبيل المثال كان دار مذكره لجلاله الملك على مجموعه ديال الامور الاقتصاديه والاجتماعيه، وخرج من الحكومه السابقه على الاسعار وعلى ارتفاعها، واليوم هناك صمت مطبق على هذا الموضوع. مراد حزب الاستقلال هو الحزب اللي يمكن داخل الحكومه اللي رافع ده شعار ديال الدوله الاجتماعيه بشكل كبير، لان يعني الامين العام السي نزار بركه في اي مناسبه الا وكي يعني كياكد على هذا المبدا، اللي واحد المبدا زعما لا يتجزأ من منطق ديال التعادليه ديال وديال العداله الاجتماعيه بصفه عامه. احنا نتمناو انه يكون بعض الاصوات اللي داخل الحكومه في ظل هذا الوضع الان اللي ترشدها وتردها للطريق الصواب، ولكن كنعرفوا طبعا الكاريزم ديال رجل الحكومه والخلفيه ديالو الماليه كرجل اعمال ومال واقتصاد، طبعا اعتقد بل اجزم بانه خطابات من الحلفاء لن تمنعه في تدبير كما يحلو له لهذه الملفات، خاصه الملفات الاجتماعيه، لانه لا يقدر، اعتقد انه غير مقدر للخطوره ديالها. سي مراد، كاين يعني والواقع هو هذا، كاين اللي كيقول بان في الحقيقه خص انتخابات سابقه لاوانها، كما كنقولوا حنايا بالدارجه نعاودوا الضمصه، ونفرقوا الكارتة من جديد. واش انت كتعتقد بان
والمشكل ان ازمه ديال التدبير كامنه في الناس اللي اليوم في الحكومه، خصنا نغيروهم، او ان القضيه يمكن ماشي ما مرتبطاش بهذا الشيء هذا وابعد من ذلك. وشوف، الأزمة ماشي أزمة في الحكومة، في الانتخابات. انتخابات اليوم غادي نحيدوا كاع هاد الناس، نعاودوا انتخابات غادي يطلعوا غير هما، وربما تزيد العدالة التنمية دابا شوية يطلع لها الشعبية على هادشي اللي وقع، ولكن هذا لا يعني أنها هي بديل يعني للمغاربة. اليوم الانتخابات كآلية فرغت، تم تفريغها من المحتوى ديال الحقيقي، لم تعد تنتج لك نخبة حقيقية تمثل الشعب. الانتخابات بحد ذاتها اليوم في ضعف المشاركة في واحد مجموعة ديال ابتعاد الدولة عن مراقبة الصرف ديال المال والقفاف والهدايا وغيره 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 من الممارسات اللي كتعتبر هي ممارسات فاسدة وتفسد العملية الانتخابية، لا تنتج لك للأسف نخب حقيقية تمثل الشعب، ولا امتداد حقيقي، ولا حتى ان عندها خطاب ممكن انه يمتص الغضب الشعبي. اليوم البرلمانيين، واش من نهار اللي بدا البرلمانيين عمرك شفت في الفيسبوك شي برلماني اجتمع مع الناس اللي انتخبوه؟ هذه 6 شهور ولا برلماني اليوم في الفيسبوك دخل لهم الصفحات ديالهم دار شي حاجه، ولا حتى سول كاع غير البرلمانيين ديال الجيش الشرقي، اقل ربما دار اسئله كتابيه طبعا. واكثر من ذلك اليوم الاحزاب اللي كتكون البرلماني ديالهم كيكون في الحكومه، حتى في السؤال ديالو كيكون هو اقرب للتبرير منه الى السؤال، بمعنى ان كنسولك وانا عارف الجواب، بالتالي كندير لك الجواب غير تما باش نفهمك بانه راني ما بغيش نحرجك. لانه اليوم كتشوف كيفاش تتعامل رئيس الحكومه بصرامه مع البرلمانيين ديال الاغلبيه، بمعنى انهم كيقولوا بانه العداله التنميه سابقا كان داير رجل هنا ورجل هنا، يعني رجل في الحكومه ورجل في المعارضه، وكانوا نفس البرلمانيين ديال المعارضه ديال العداله التنميه هما اللي كيقودوا المعارضه ضد بعض الوزراء ديال الحكومه المنتمون لاحزاب اخرى، وقال بان هذه الممارسه ما خصهاش تبقى. ولكن طبعا المشهد السياسي قضاو عليه، يعني ما بقاش عنده هذاك النوع ديال الجذب او واحد النوع ديال الحماسه اللي ممكن انك تتبع شي حاجه في البرلمان، ممكن تغير حتى وتبرد غير الغليل ديالك ما كايناش، بمعنى انه المشهد السياسي بغينا او كرهنا عنده 2 ادوار. الدور الاول هو فعلا دور ديال الافكار وديال الفعل السياسي، ودور الاخر ديال التبرير وديال اعطاء صوره مقنعه واقناع الاخرين بانه تلك الخطه او ذلك العمل اللي كنقوموا به هل الاسباب ديالو، هل المشكل فين واقع، وعاونونا ونكون واحد النوع ديال التضامن في البلاد. اليوم نعيش للاسف خارج هذا السياق ديال التضامني، ويهدد طبعا في اعتقادي وفي اعتقاد حتى الناس اللي كيباشروا واحد المجموعه ديال المبادرات ربما احتجاجيه وحتى مبادرات داخل البرلمان من اجل طبعا هذه القوانين، ان هناك للاسف هناك واحد النوع ديال الأزمة حقيقية، يعني تكمن داخل كل المواطنين تجاه طبعا الحكومة، تجاه الغلاء المعيشي، تجاه البطالة، تجاه مجموعة ديال الأمور اليوم اللي أصبحت وصلنا لذلك النقطة التي قد تفيض الكأس. سي مراد، وصلنا للساعة ساعة وشوية، يعني الحديث والنقاش معك شيق، أكيد غادي تكون حلقات أخرى، وهذه البداية، مازال حلقات أخرى نناقش فيها مواضيع عامة، مواضيع اللي مرتبطة بالجهة، بالأقاليم ديال الجهة، بالوطن بشكل عام. إلى ذلك الحين، شكرا لك، وشكرا للمتابعين ديالنا، متابعين ديال موقع شمس بوست على صفحة ديال الفيسبوك. إلى اللقاء، شكرا لك سي مراد. السلام عليكم.